بالنسبه بقى للام ار اي طبعا هتلاحظ بقى ان هو مفيش اكسبوجر للراديشن، وان هو طبعا غير ان هو في شو ديلوشن زي ما بنسميه. وتسال بقى بعد ما هو بياخد ممكن عيان عنده كلاسيك كوبي ما بيشوفش جوه الجهاز زي ما هو اكسبكس انفورميشن، وزي كمان هو بياخد لونج تايم مع عيانين الانرجنسي. صعب جدا ان انا اعمل ام ار اي الا لو كان في بعض الحالات ان هو الجهاز يكون افيلبل ومفيش عيان عليه، وفي الحالات السكوب وفي كان السكوب زي ما هنتكلم كمان شويه عشان في العيانين ممكن نعمل سرطاج للبرين تيشن في حالات الانفاكشن في الريك انفاكشن ممكن نعمل ستيب. بالنسبه للسي تي في البرين فيرجنس اللي هنتكلم فيه كده عن بعض الحاجات، ده نورمال سي تي برين ابيبس. عندنا هنا شايفين البرين البرين برين طبعا، وهنا في الفيرتكلز ده في الفيرتكلز رايت اند ليفت. ده هنا بقى الاناتومي بتاع البرين. في هنا عندنا السوبر سيلولر سيستم، ده الليفل اوف السوبر سيلولر سيستم هو حاجه اللي كانت بتبقى ايه كمان في البومز بيبان في كوادريشنال سيستم، وهنا في عندنا الفور ميكروبيل، وبرضه عندنا هنا في السيجمنت فيشنز ورا بيبقى في سيربيل. كل ده عند الليفل بتاع السوبر سيلولر سيستم. وبعدين نطلع فوق تاني شويه نلاقي الكوادريشنال سيستم يكمل معانا، يبدا يظهر الليفل الميكروبيل دي الفرنتال بورز بتاعتها. هنا عندنا الثيرد فيرتيكال والسيربيلين بورد لسه مكمل معانا فوق شويه، وهنا عندنا السيكريت فيشن برضه بيطلع ليفل اكتر تاني هنلاقي الكوارتيشنال سيستم برضه مكمل معانا. وفي عندنا السيكريت فيشن فرونتال بورد بتاعت الليفل فيرتيكال اهي، وفي عندنا الثيرد فيرتيكال. في ليفل اعلى بيبدا ينتهي بقى الليفل فيرتيكال، وعندنا هنا الليفل فيرتيكال دي البادي بتاعها، وهنا الحته دي هي الاتريوم بتاعتها، دي بقيه الفرونتال بونز ودي السنتر بونز بتاعت اللاتر فيرتيكال. وبعد كده عندنا بقى بقيه البرين فريجما والسنتر سلكس والهور موتور وسلكس. في اي سي دي برين اول حاجه ابص عليها في البرين فريجما لازم اشوف هل البرين فريجما دي نورمال. نورمال اللي هي بتبقى برين زي ما احنا شايفين كده. اي حاجه هايبو دنس في البرين فريجما بديك اصلا، حاجه هايبر دنس في البرين فاليكولا تبقى برضه مصدر. دي حاجات الهايبر دنس اللي ممكن تبان عندنا، هي اول حاجه واهم حاجه هي الفانكشن بعد كده الهايبر دنس برضه ارياز اللي في البرين فاليكولا ممكن تبقى برين تيومر زي الجايوم. بعد كده عندنا حاجات الهايبر دنس اللي هي طبعا دي مش ده في الاماكن بتاعتها، يا اما هي اكسترا اكسل. اكسترا اكسل يعني ايه؟ يعني بره البرين خالص، يا اما يبقى سب تيورال يا اما انتيورال زي ما هنتكلم كمان شويه، يا اما يبقى سب اركنويد. سب اركنويد هو موجود في البرين سبلاي موجود في البيزل سيستم. وبعدين برضه الهيمرج ممكن يبقى انترا فنتريكتور هو الفنتريكتور، ممكن يبقى انترا فنتريكتور لو انترا سيربرال هيماتوما. ده بقى كل ده الانترا سيربرال ده اللي هو انترا اكسس هو البرين فنتريكتور ذات نفسها. وممكن نلاقي كل انواع الهيمرج مع بعض بالذات الانترا فنتريكتور والسب اركنويد والانترا سيربرال هيماتوما ممكن يبقى الثلاثه مع بعض. ده أول حاجة عندنا بالنسبة للهيمرج في اكسترا ديورا أو ايبيديورا هيماتوما. الاكسترا ديورا أو ايبيديورا هيماتوما الشيب بتاعها بيبقى تيبيكال كده، بتبقى لانس شيب أو باي كونفكس شيب، والبوست بتاعها دايما بتبقى بوست تروماتيك. ودايما الاكسترا اكسل هيماتوما بتبقى مهمة جدا لأن هي ممكن تبقى صغيرة خالص في الأول بعد الحادثة، وبعد كده العيان يجي بعديها بساعة أو بساعتين الهيماتوما دي بتبقى اكسباندنج بسرعة جدا، لأن الباثولوجي بتاعها إن هو من أرتيريال كوز ما بيبقاش فينس. الساب ديورا الساب ديورا الهيماتوما زي ما هنتكلم عليها وهنشوفها كمان شوية بتبقى فينس كوز، يعني بيحصل تير في البيت. هنا لازم بيحصل تير في الأرتري ودي بتعمل الإكسترا أكسيال إبيدورا هيماتوما أو الإكسترا ديورا هيماتوما. وبعد كده مهمة جدا ان احنا نعملها بره، بتبقى هايبر دانس في الاكيوت ستيج، ممكن لو بقت سب اكيوت ستيج تبقى ايزو دانس، ولو تحولت الى كرونيك ستيج بتبقى هايبر دانس. بس دايما ما بتشوفهاش غير في الاكيوت ستيج، لان معظم العيانين دول بيبقوا سيرجيكال وبيعملوا لهم ايفاكويشن. دي بقى السب ديرال هيماتوما اللي احنا قلنا ان هي نتيجه
فينس فورد. يعني ايه فينس؟ يحصل لاسريشن في الرين فيبدا ينزل فيحصل سنتيولا هيماتوما. الشكل بتاعها بتبقى كونكيف وكونفكس، بتبقى كونفكس فروم ذا اوتر مارجن، وفينا المارجن دايما بتاعها بيبقى كونكيف بالمنظر ده. في الاكيوت ستيج طبعا زي اي بلاد في السي تي، في الاكيوت ستيج بيبقى هايبر دنس يعني ابيض. في السب اكيوت ستيج بيبقى ايزو دنس، يبقى نفس الدنس بتاع البرين بانيك، وساعتها ممكن ما اعرفوش نفس شكل البرين بانيك كده بالباب السب ديورال هيماتوما، يبقى كله ايزو دنس لبعض، ممكن ما بقتش السب ديورال هيماتوما. هنقول دلوقتي بنعرفها ازاي، وممكن تبقى كرونيك اللي هي بتبقى لونها هايبر دنس خالص تبقى زي السي اس اف، او يحصل اكيوت اون توب اوف كرونيك فيها ليفلين، يحصل بلاد فلو ليفلين زي المنظر ده احنا شايفينه هنا ده، يبقى دي هنا اكيوت اون توب اوف كرونيك هيماتوما. اما دي فهي اكيوت سطور الهيماتوما معاها ماس افكت، ماس افكت ده ممكن لما احنا نكتبه في التهديد بتاعنا. الماس افكت هنا احنا شايفين في افيسمنت السبلاي بتاعت البريك، وفي ميد لاين شيفت لاترال فيرتيكال رايت لاترال فيرتيكال شيفت اكروس الميد لاين لاترال سايد. كل ما سي طبعا معاها ماس افكت كل ما تكون انديكيشن ان دي سيرش الميد لاين شيفت، ممكن نقيس الميد لاين شيفت كام دي فروم فوكس عشان يبدا الانديكيشن هما بالنسبه لليوزر هنعمل عمليه ولا لا. دي بقى الانترا سيريبرال او الانترا بارينكيما هيماتوما. الانترا بارينكيما هيماتوما موست اوف كيس الانترا بارينكيما بتكون هايبر تنس، يعني عيان طبيعي خالص ما فيش موتور اكسنت ولا حاجه، وفجاه بيجي له لوس اوف كونشسنس او بيجي له كونفيوجن اي حاجه، بيجي له ايمرجنسي. نشوف المنظر ده بتبقى هنا فريق كمان بتبقى هايبر تنس، وده وبيبقى حواليها فريق كمان هايبر تنس. الهايبر تنس دي بتبقى قديمه وفي نفس الوقت بتبدا بعد الليزر بتاعت الكبيره بيبدا يحصل بلوك ريتراكشن. بلوك ريتراكشن يعني الهيماتوم بتبدا تلف نفسها وتصغر، فبيبدا حواليها الهيماتوم ده السيره دي هي بلوك ريتراكشن. كل ما بتزيد القيمه كل ما بيزيد الماس افكت بتاعت الهيماتوم، يعني الهيماتوم ممكن تبقى كبيره ما عادش قيمه كبيره ما يبقاش معاها ماس افكت كامل. الانترا بارينكا من الهيماتوما برضه ممكن تيجي بوست تروماتيك، اي عيان ممكن تبقى اكسل او اي تروما ممكن تيجي انترا بارينكا من الهيماتوما. بس موست اوف ذا كيسز بتبقى هايبر تنسيف، وده بتيجي يا اما في الفيزا الايريا يا اما بتيجي في المعمل. الانترا سيريبرال هيماتوما ممكن يحصل فيها يعني بعض الحاجات اللي هي ممكن تكستند السب على كمان سبيس، تكستند الانترا فيجولار سبيس، يعني ممكن تخش جوه الفنتريك زي ما دي عملت ديسكشن داخله جوه الفنتريك، وهي باين هنا في الليفت بروكتر روم في داخل الفنتريك وفي الثيرد فنتريك، وممكن كمان تروح في السبب نوت سبيس. مشكله طبعا الموضوع ده ايه؟ ان هي تعمل هيدرو كيرتس، ان بيحصل ابستراكشن للفرامينال بعد السبب نوت سبيس والانترا والانترا فيجولار فرامينال فيحصل عين هيدرو كيرتس. مع الوقت بتبدا الهيماتوما دي ترزوق، يعني عندنا بيجي كل يومين ثلاثه يعمل فولو اب عشان يشوف الهيماتوما صغرت من الدنس ثلاثه بقت قد ايه. الاسم اللي هو سي يونت اللي هي سي دنس يونت، الاسم شوف بقى النهارده والله كذا تاني كذا والحجم بتاعها حلو بدا يحصل فولو اكشن. ده بقى منظر الانترا فينتيكولار هيمرج، ده احنا شايفين هنا حاجه هايبر دنس اللي هو بوث لاتر فينتيكولز في فلويد ليفل دوت السي اس اف، وده برضه الانترا فينتيكولار هيمرج. ومعاه هنا حته انترا بريك، انترا بريك كيما هيمرج، لكن الانترا فينتيكولار هيمرج ده برضه ممكن يجي بوست تروماتيك عادي خالص، كنا ممكن يجي من انترا سيريبرال لما تقوم حصل لها اكستنشن جوه الفينتيكولار عشان عامل ديسكشن على طريق الكرويد بلكسس، او ممكن تكون نتيجه عن اي عيان عنده اي رابتشر انيريزم. رابتشر انيريزم دوت هنتكلم عليه دلوقتي، بنعرفه ان دايما عيان رابتشر انيريزم هيجي معاه سفر انيريزم ويجي بقى معاه حاجه ثانيه، يا اما سفر انيريزم لوحده يا سفر انيريزم معاه انترا سيريبرال، يا اما ثلاثه مع بعض سفر انيريزم انترا سيريبرال وانترا فينتيكولار. طبعا نقسم الانترا فينتريكولار هيمرج زي ما قلنا السلايد اللي فيها مشاكله ان هو بيعمل العيان هايدرو كيرتس ما بيسيبش ديفيسيت، مفيش هنا انجن للبريكولار ساعتها بعد شويه هيجي 90% او من 60% ل 90% هيجي له هايدرو كيرتس.
سلايد في تشايلد. انا شايف هنا ايه؟ شايف هنا في وايد جامد جدا بالسبع انوار سبيس، وهنا نفس الناحيه الثانيه في وايد من سبيس. عنده انترافيكولار هيموج، عنده سبتورا هيموج، وعنده هنا برضه سبتورا هيموج فيها تحكيك وكوبي فورم زي ما قلنا قبل كده. طب ده معناه ايه؟ معنى ده ان العيان دوت بيتقرب ده طفل صغير بيجيله هارت بيكلوز عشان كده عنده كوبي فورم، عنده وايد من السي اس اف سبيس هنا ديت كرونيك سبتورا هيموج عامل سي اس اف هيجروم. فده بيبقى انديكيشن عيان ده تشايلد ابيوز، بيجي في طوارئ عيل صغير بالمنظر دوت. ونشوف المنظر دوت ده لازم يبقى تشايلد ابيوز. طبعا مهم جدا ان هو المفروض يعني هو بلد السلطه بالحالات زي دي. يبقى سطر كنوين ديمرج، سطر كنوين ديمرج ده طبعا ده مثل سطر كنوين ديمرج زي ما احنا شايفين. سطر كنوين ديمرج ده اللي هو بيجي في السطر كنوين سبيس والبيزل سطر كنوين سبيس اللي هي ما بين ليفل بريك سطر زي ما احنا شايفين الحاجات اللي هي الديل الهايبر دانس. وهنا في السوبر سنتر سسبكت كله ضغط عندنا البيك بوم ماكس سبيك كله ضغط معاه برضه. هنا لو شفنا فورد وينتكر في برضه ضغط اللي دايما السطر كنوين ديمرج بيكستند موسمي للإنترسيلر أكثر من إنترسيلر هنا. فبالمنظر دوت أول ما أشوف سطح هيكون إنترسيلر معين جاي بأكيوت هيك ده فيري إمبورتنت للعيان زي دوت 90% هيبقى جاي نتيجة سطح هيكون إنترسيلر بين رابتشر إنترسيلر. رابتشر إنترسيلر ده مهمة جدا للعيان دوت ما تعملوش كويس غالبا بيفصل بيه. طيب دلوقتي ايه الارض من دوت جاي من رابتشر في بعض الحالات بتبان ان المكان الهيمرج سايكلز هيمرج في البرين بريك. يعني هنا عندنا ايه المنطقه بتاعت السيجمنت فيشن. هنرجع بس سلايد ورا شكل الصوره دي مثلا. لو العيان جاي بسبب هيكون هيمرج ومعاه انترا سيريبرال هيماتوما هنا او الموست هايبر تنس موجوده في السيبر فيشر مع حياتي يبقى ده غالبا في انترا سيريبرال ريسك وراتش. وده لازم تسجست كده في التمرين يعني انت لازم تعمل له انجيوجرافي سواء سي تي او كونفنشن انجيوجرافي عشان يشوفوا انهي ريسك فين. يبقى لو جه هنا يبقى ده مكان الانترا سيريبرال او مكان الانترا سيريبرال اللي بيطلع هنا كده من الكورنر بتاع من الانترا كاروتيد يمشي في السيجا فيشن. الهيماتوما انت سيبر فيشن مع سبع كل ديفرنت بدين من السيبر اوبني. لو جت الهيماتوما كورا ميديا عند الفورت اللوب ومعاها هيبر اكستنشن في الفورت اللوب بدين من الدي سيبر اوبني انريزم الهيماتوما عند الكواد فاشيتال سيستم بدين موسمي بتبقى نتيجه بوستيريور سيبر اوبني انريزم. عندنا ايه بقى تاني الحاجات الاميرجنسي كان عندنا الاسكيميك انفراكشن. انفراكشن طبعا بتبان في البرين هاي بتبان زي ما هنشوف دلوقتي. بس اهم حاجه ان الانفراكشن لازم نحدد اذا كانت هيموراجيك او نان هيموراجيك انفراكشن. بعض الاحيان الهيموراجيك انفراكشن مش لازم يبان فيها بلاد فريد بلاد يبان هو اي حد طبعا بيبقى سسبكت ستوك. ستوك يعني يا اما هيمرج يا اما انفكشن. بنعمل سي تي برين ممكن نلاقي سي تي برين بومبا خالص ما تخش حاجه لان هيمرج خلاص اوكي يبقى ده العيان ده عنده هيماتوما وهي اكسبريتد بتكسر بتاعته. لان السي تي برين ده نورمال اوكي وي كان نوت اكسكلود ان في انفكشن. انفكشن في السي تي برين ايفولفنج انفكشن ما بتظهرش في السي تي برين غير بعد 12 ل 24 ساعه ومستي مش قبل ال 24 ساعه عشان يبدا يشوف الايفكت بتاعها في البرين بريك. ففي بعض الحالات طبعا زي دي بنضطر ان احنا نعمل ام ار اي. طبعا ام ار اي هو سبيك ان هو بيطلع الانفكشن في الفيرست 6 اورز فروم ذا بعد ما تحصل الانفكشن اثر الفيوجن مثلا في الفيرست 6 اورز الام ار اي زي ما شفت دلوقتي بيقدر يجيب الانفكشن.
اوكي؟ طيب في بعض الساينز اللي ممكن نشوفها في السيتي برين سجست انفكشن بس مش هياش تحديدا، يعني زي مثلا هنشوف احنا الساينز دلوقتي دي مثلا دي بقى خلاص دي ويل استبلش انفكشن، يعني خلاص الانفكشن ديت هايبوتنس كبيره موجوده هنا عندنا في التمبو ورايت ارتيريا رايت سايد معها ماس افكت عامله كومبريشن على اللاترال فيرتيكال. يبقى دي الانفكشن ديت في ميت السيرفر ار بي دريفري طبعا الانفكشن زي ديت العيال مش هتحتاج خلاص دي استبلش انفكشن، بس ممكن في بعض الحالات زي الايرلي انفكشن العيال جاي عنده ليفت هيمي باريس عيان زي ده جاي ليفت هيمي باريس الانفكشن على الرايت سايد وبتاثر على الليفت سايد، عيان زي ده جاي عنده سيتي بريد ايه نورمال لو انا اقدر اعمل له ام ار اي ان ذا سبوت اقدر اعمل له ام ار اي او اعمل له سيتي انجيوجرافي ايه سيتي بريد نورمال لو عملت سيتي انجيوجرافي هتلاقي اكلوجن في العيان دوت في الميدل سيريبرال بارتي او لو عملت له ام ار اي ويز ديفيوجن تلاقي في انفكشن هنا اللي مش باين في السيتي، فالعيان ده ممكن يتحرك لو اول ست ساعات لو اتحقق ار تي بي اي او ستيرتو بايليز العيان ده موستلي بيتحسن كويس جدا 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 وممكن ما يسيبوش اي تحسن. فدي انفكشن بيبان هو ده طبعا الهيموراجيك انفكشن الهيموراجيك انفكشن بيبان نفس الموضوع الهيموراجيك انفكشن تلاقي لما بتيجي في العيان اللي هو اصلا بياخد انتي كواجرين او دايما بتبقى بتيجي ثرومبوتيك انفكشن يعني حصل سوري امبوليك انفكشن حصل في اوكلوجن باسل مش كل ده بتبقى بتبان بقى ازاي؟ بتبان في حاجه هايبر دنس يا اما كل انفكشن سهل ولا شخصها سهل يا اما الهايبر دنس بتبان فيري فين الهايبر دنس تيجي على الانفكشن بتاع الانفكشن. طب هل هي مهمه ان انا اشخص المراجل ولا المراجل؟ طبعا مهمه ان العيان عنده المراجل انفكشن ما اقدرش اديله وقت يبقى صعب ان انا اديله وقت فاهم ان الهيبرج ممكن يزيد احنا كده بقى عندنا انفكشن عندنا هيبرج انفكشن فالعيان حالته بتسوق. طب لو انا في السيتي بريك دي انا سجست هو انا شايف ان عندي يبقى عنده هيموراجيك انفكشن انا دي نعمل طبعا ام ار اي ان في ام ار اي سيكونس هو زي الفيديو ستون هشوف دلوقتي او الاس دبليو اي بيبين الهيموراج بمنتهى السهوله وفي الاكيوت ستيج. برضه من الحاجات اللي بتيجي في الامرجنسي الفراكشرز فراكشرز لازم اشوف الفراكشر ده هو ديبريسد فراكشر ولا نون ديبريسد فراكشر تحت هيماتوما ولا مفيش تحت هيماتوما اوكي هل في بول ديفكت ولا مفيش بول ديفكت؟ في عندنا هنا في ديبريست فراكشر في الرايت بارت ايه وفي سب جاي من الكوما كبيرة كبيرة. الام ار اي طبعا الام ار اي احنا قلنا دي طبعا الام ار اي ما ينفعش يعني حد سيروح عمل له ام ار اي يعني حد سيروح باهي مدخله جهاز الام ار اي قعد نص ساعة يعمل ام ار اي لكن انا زي ما قلت الام ار اي بين الانديكيشن بتاعته في عيان الستروك عيان ستروك وفي امكانيه ان انا ممكن اعمل له ار تي بي انجكشن او ستيرو بانيز انجكشن لو عندي جهاز ام ار اي وقدرت اعمله طبعا ساعتها ام ار اي ما عملوش سي تي ما ضيعش وقت واعمل ام ار اي وهعمل ام ار اي هو سيكونس واحد هعمل ديفيوجن موجود ايمجز لو لقيت في الديفيوجن اللي هو بيتكت الاسلوب في اول ست ساعات لقيت في مشكله بعمل ام ار اي عشان ادايركت نيو سيرجن او نيورولوجيست هيخش يحكي بان ارضي بالظبط. طبعا الديفيوجن ميتد ايمجز دي بتستخدم روتين في عينين السكوب اوكي وبتتكت زي ما قلنا ليه ايرلي سكوب قبل طبعا السي تي ما يبين اي حاجه. في بعض الحالات برضه في الكوما بيبقى السي تي الام ار اي سوري سوبيريور عن السي تي فيها زي حالات الديفيوز اكزوما ديجيتال ديفيوز اكزوما ديجيتال انا شخصيا يعني حد يعني عايز عليه النهارده الموضوع ده موتور بلاك اكسنت سي تي برين سي تي برين نورمال ما فيهوش اي حاجه خالص العيان دي بي كوماتوز ده اسمه الكوما بتاعه مين ام ار اي باين حاجه تانيه خالص ما كانتش باينه في السي تي وهنشوفها دلوقتي في الديفيوز اكزوما ديجيتال دي صور للديفيوجن احنا مش عارفين السيكونس السكولاري احنا قلنا اهم حاجه هو في السكول ان انا اشوف الانفكشن في الايرلي ستيج دي عندنا طبعا لو مفيش امكانيه انا هعمل سي تي ومش هعمل مش هدور على ام ار اي لو مفيش امكانيه ان انا احمر في ايه مش هروح ادي العيان واعمل له فحص غالي ان انا مش هتحكم فيه كده كده هعمله بعد 24 ساعه هيبان الانفكشن خلاص انا بعمل عشان اشوف كل اكتر ان شاء الله. ده الصوت الدي دبليو اي او ديفيوجن ميتد ايمجز ده شكل النورماليزيشن عندنا بتاع البريك